محمد. الأخوة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على أشرف المبعوثين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما أحاط به علمك، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر. يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم بهذه المشاركة المتواضعة، ونحن بجوار فخر المخدرات وعقيدة الطالبيين، لنحيي ذكرى مولد أبيها، مولد النور، مولد التقى، مولد الفضيلة بما للفضيلة من مدلول واسع في لغة العرب. وحقيقة معذرة سلفا، لأن الباحث والخطيب والمتكلم إذا أراد أن يقف أمام صرح شامخ كما نحن اليوم نقف أمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، تندثر الأفكار وتتلاشى المفردات، لأني في عرفي أن عليا أكبر من أن تختزله كل ألفاظ العالم وكل لغات العالم. أتذكر مقولة لأحد الكتاب النصارى، ولعله سليمان كتاني، يقول: إذا أردت أن أكتب عن علي أتوضأ، لأن الكتابة عن علي لا تقل حرمة من الولوج إلى محراب الصلاة، لأن علي يعني الصلاة، وعلي يعني الدين، وعلي يعني الإسلام. ولذلك ترى أن كل الإرادات الشريرة التي حاولت أن تمنع تأثير علي سلام الله عليه، أو أن تحجم من شخص علي بن أبي طالب، باءت بالفشل. الخليل بن أحمد الفراهيدي قيل له: ما تذكر من فضائل علي بن أبي طالب؟ قال: وماذا أقول برجل أخفت أعداؤه فضائله حسدا. بريئة الذمة ممن يروي رواية عن علي، قرار معاوية والأمويين كلهم على المشوار، بريئة الذمة. أخفت أعداؤه فضائله حسدا، وأولياؤه خوفا، يخشى أن يتهم بالترفض أو التشيع، وظهر له ما بين الكتمانين ما ملأ الخافقين. وفعلا 80 عام شتم على منابر المسلمين، وبرئت الذمة ممن يروي رواية عن علي، ومن وجدتموه على دين علي فاهدموا داره، ومن وجدتموه على دين علي فلا تقبلوا له شهادة. رغم كل هذه الإرادات الشريرة، لأن علي بن أبي طالب ارتبط بالله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الآن نحن كمتفرجين بلا تطرف يعني وبلا انتقاص من أحد، نقرأ الأحداث كإنسان مثقف واعي. لم يتوقف الحقد على علي بن أبي طالب بالأمويين فقط، وإنما تعداهم لبني العباس وظلم ذوي القربى أشد مضاضة، بحيث قال قائلنا: يا ليت ظلم بني مروان دام لنا وعدل بني العباس في النار. مو يعني تمنوا يرجعوا لهم بني أمية، ثم السلاجقة، ثم التتر، ثم ذيول الأتراك، وإلى يومنا هذا لا زال الطرق على علي بن أبي طالب وعلى فكر علي وعلى شيعة علي. لكن خلينا نقرأ، هل أثرت هذه الإرادات؟
تحققت المقولة: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت. أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، بحيث أصبح كلما يشتم يتألق أكثر. يوم من الأيام يروي أحدهم يقول: كنت إلى جنب أبي إلى جنب والدي فشتمت عليا، هم من النواصب، فالتفت إليه قال: بني دعمنا من شتمه. قلت له: أغيرت؟ أصبحت من محبين علي؟ قال: لا، ما أحببته منذ أبغضته، ولكن شتمه بنو أمية 80 عام على منابرهم كأنما يأخذون بناصيته علوا إلى السماء. فسألته: أبا لماذا؟ وين يكمن السر؟ قال: اعلم يا بني، ما بنى الدين شيء وهدمته الدنيا، وما بنت الدنيا شيئا إلا وهدمه الدين. للحق دولة، وللباطل للمتقين من الدنيا عواقبها، وإن تعجل منها الظالم العشر. نحن اليوم نستذكر بكم مدينة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أنتم أبناء علي حملتم الشعائر بكل تفاصيلها، حملتم الشعائر بأحزانها وبأفراحها، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذه الخطى وعلى هذا الطريق، ويجعلنا وإياكم من رواة التشيع ومن رواة المذهب ومن رواة ترسيخ العقيدة. نحن وأنتم نستذكر اليوم ونحن بجوار العقيلة زينب، بجوار دولة بني أمية التي شتمت عليا عليه السلام، أرادوا أن يمنعوا مو رحم الله الأستاذ الكبير الوائل، ولغالى يسار واستخف يمين، بكيال كنهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين، فرأيت أن أرويك محض رواية للناس لا صور ولا تلوين، ولأنت أروع إذ تكون مجردا، ولقد يضر برائع تثمين. بس الحلو اللي مخربط يريد مكياج، مو الحلو من يقعد من النوم هو حلو. فرأيت أن أرويك محض رواية للناس لا صور ولا تلوين، ولا أنت أروع إذ تكون مجردا، ولقد يضر برائع تثمين، وأراك أكبر من حديث خلافة يستعبها مروان أو هارون. سفاسف التفاهات، لك في النفوس لك في القلوب إمامة، فيهون إن عصفت بك الشورى أو التعيين، حسد إلى حقد وخسة معدن مطرت عليك، وكلهن هتون راموا بها أن يدفنوك، فها لهم أن عاد سعيهم هو المدفون. سهل جايين معاوية وين يعني هسه راح نجي. فها لهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بحقدهم، أتخاف من غرق وأنت سفين؟ ستظل تحسبك الكواكب كوكبا، ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. يريد الله يصير أو فعلا مسكين والله معاوية، كنا ناخذ منه عبرة، كنا نستفيد منه، مو بس نلعنه، نستفيد منه، حتى اللي من طلاب الدنيا يستفيدون، يقول لو تنفع الدنيا كان نفعته، وظف كل إمكانياته من أجلها، باع القيم والمبادئ والمال والخراج وكل ما يملك من طول وقوة، أراد أن يسمو، أراد أن يرتقي. سحنا بالشام، ممكن واحد يدلينا على قبر؟ أكو؟ ماكو شيء، ماكو قبر،
يقول له محمد مجذوب أموي، كان أموي منهم إله فد كتيب بالسبعينات بعربانة كان يباع اشتريته زاير للنجف ويذكر زيارته ووضعه. يقول أنا دخلت النجف والي معاوية، فدخلت جيت للعراق لمهمة معينة أو مؤتمر علمي، فصرت أزور إلى النجف أبحث عن قبر عبد الرحمن بن ملجم المرادي، يعني أحب أقدس لأنه وللناس فيما يعشقون خليهم يوم ندعو كل أنت لا تضايق مو يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يقول دخلت إلى النجف، دخلت إلى سوق مثقف تباع فيه من كل الحاجيات، يخصص سوق كبير، ثم إلى سور واسع ومنه إلى قبر علي، فلما دخلت إذا كل شيء فيه يختلف. هذا مو مثل قبر معاوية، هو بذهنه مرتكزات معينة. وإذا هناك رجل خاشع، وهناك شاب يتهجد، وهناك امرأة ثكلى تشكو وتبث شكواها لعلي، عندها لم تعد تحملني رجلاي فاتكأت على الحضرة الشريفة. غير مو المفهوم، على الحضرة الشريفة. ومن هذا المكان بدأ يخاطب، يقول له أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أين الدهاء؟ نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، آثرت فانيها على الحق الذي هو لو علمت على الصراح مخلد، هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الدرب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، والقبة الشماء نكس طرفها فبكل جزء للفناء بها يد، حتى المصلى موحشون. معاوية ممكن تصلي حتى المصلى موحشون. يقول لعمي ذولا عدهم ناس، عدهم مكان الآن مرقد يزار وقباب تناطع السماء، إذا أقبلت إليها تناديك من بعيد، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وين هاي القباب؟ وين المنائر؟ بالك وين؟ أرد أخذك المكان. ممكن للقبور الشريفة؟ لا مو هذا قصدي. للمقامات الشريفة؟ لا مو هذا. أرد أخذك إلى مرتفع من الأرض شرفته عقيلة الطالبيين بنعلها لحظات، لحظة وقفت علي شرفته بنعلها، نادت يا ابن أمي يا حسين. 1400 سنة وهذا التل إلى الآن عندما تقبل على هذا التل يأتيك النداء، هنا ملحمة الصراع، تعال، هذا الجهاد، هذه البطولة، هذا الألق، هذه الرفعة. حتى المصلى موحش فكأنه مذ كان لم يجتزمه متعبد، قم وارمق النجف الشريف بنظرة، يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك خلقها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. أنا باسمكم عن إذنكم أقول للمحمد مجذوب هواي مشتبه بالمقارنة، وين رايح؟ وين رايح للنجف؟ شو تسوي؟ خليك بدولة بني أمية، عندنا حفيدة علي بن أبي طالب برعم عمرها 3-4 سنين 5 سنين، مو نتحداك بهاي، ما نتحداك بعلي بن أبي طالب. الله يرحم مصطفى جمال الدين يقول في الشام في مثوى أمية مرقد، ينبيك كيف دم الشهادة يخلد، من كان يعدل ميل بدر أمسه، مو قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر، من كان يعدل ميل بدر أمسه فلت عزائمه ومال به الغد. يلقي القبور الآن تنعدم كتل من الترب المهين، بينما من تروح للنجف لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سر ومن غضب، وقل لمن كان قد أقصاك عن يده عذرا إذا جئت منك اليوم أقترب. هذا أنا في ذهني شغلة قبل لا أجي، مريت بالإمام علي سلام الله عليه،
يا ترى خليها حزن وفرح، خل تنمزج، مو خل تنمزج، تنمزج بدمعة، ما نستغني عن الدمعة. مريت بالإمام قعدت يمه، قلت له راح أروح للغالية للعزيزة، قلت له راح أسلمك عليها وأزورها نيابة عني، خلي بالك مني، اذكرني بدعاء بنظرة. قعدت تدرون وين الزورون مو من ناكب يم الراس الشريف، بدون مفردات، بدون مفردات وانتقاء الفاظ، وياهم بالسجية شلون عبود غفلة هيك نسولف وياهم البقلوبنا نحكي بدون تكلف، يعني أقصد قعدت يما الله يشهد، وهيك تربعت بالقاع وبكيت هواية. شنو البتشاني؟ والله بتشاني مو استشهاد علي بن أبي طالب، والبتشاني مو ظلامة علي بن أبي طالب، والبتشاني مو قتل الحسين، والله بتشاني سبي زينب. علي بن أبي طالب يقول لو اجتمعت العرب على قتالي، علي بن أبي طالب يقول والذي نفس علي بيده لألف ضربة بسيف أهون من ميتة على فراش في غير طاعة الله. كلش طبيعي، لكن مال علي بن أبي طالب بالتمسبية فشلة، والله زحمة تستر الوجه بالكفين، فخر المخدرات عقيلة الطالبي، يعني سفانة مشركة وأبوها مشرك مو، والنبي من شافها قال أكرموا عزيز قوم ذل من بعد عزة، أطلقوها كرامة لأبيها. وكايبة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وإذا بها تستر الوجه بالكفين. بس ايش تتوقع؟ وانا متاكد ترى انا هسه اللي ادين الله بيه، انت شاطرني الراي ولا لو يوم القيامه، يوم القيامه الله يوفقنا ان نشوف الامام، وان شاء الله نشوفه، ونريد نساله هالسؤال بداخلي، اقول له سيدي واقعه الطف شنو اللي جرحك منها؟ انا متاكد راح يقول لي كل كربلاء بصوبه وزينب وحدها بصوب، وحقك راح يقول لي كربلاء الأولاد والأحفاد خلاص رجال قتلوا مشاريع استشهاد، لكن مال زينب مسبية هذا اللي ما أقدر له، ما تحمله. وترى هذا أنت تتوقع يعني مو من جيبي من عندي ياتي، واحد دخل على الإمام السجاد أبو حمزة صاحب الدعاء قال له سيدي إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال لي ليش هذا الألم والبكاء؟ كافي 34 سنة تبكي. قال لي شكر الله سعيك يا أبا حمزة، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل رأت عينك أو سمعت أذنك أن علوي لنا سبيت قبل يوم عاشورة؟ والله يا أبا حمزة ما وقعت عيني على عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن يوم عاشوراء، من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. يعني تتوقع هذا الموقف ايش قد يألم بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ لكن مع هذا لأنه طرح كل إمكانيات لله، الله ما نسى. مو سيد عبد الرزاق المقرم قارئ يجوز من عنده يقول حدثني من فمه لأذني شيخ هادي كاشف الغطاء، يقول قال سيدنا الغالي حبيبي يا حدثني شيخ هادي كاشف الغطاء من فمه لأذني، قال لي يا سيد عبد الرزاق أنا كتبت المقبولة الحسينية، أنتوا أهل النجف تعرفون المقبولة أرجوزة، يعني وقعت الطف مسويها كمقتل بأرجوزة، من كملت الأرجوزة مالتي مسودة جيت أنقلها إلى البياض حتى أوديها للطبع، وصلت إلى بيت أرد نقلة أنا كاتبة يمثل طلعت زينب من المخيم، تود لو أن جسمها مقبور ولا يراها الشامت الكفور. يعني تتمنى لو فعلا زينب، يعني تتوقع أنا من أقرأ مثلا أحداث الطف وأسمع ليلة 11 محرم يقول الإمام السجاد عم أين أنت، أين أنت؟ تقول لك كنت أصلي صلاة الليل، يقولها عم هذا خلاف عادتك تصلين من جلوس، تقول له من الألم الأذى الذي ألم بي. أنا قرايتي جعفر القاصر اللهم لا تؤاخذني، أنا قرايتي أقول يمكن بداخل زينب لا مو من الألم، زينب جبل الصبر،
أصلب من الصلابة، لكن أعتقد أن زينب كانت تصلي بالعراء وتستحي، مو لأنه خيمة ما كانت تسترها، فزينب كانت تصلي بالعراء ولازم تصلي صلاة الليل، ممكن عسكر فايت جندي فايت شيء، فشدة الحشمة والوقار كانت تملي على زينب أن تصلي نافلة الليل من جلوس. هيك أقرأها بهالشكل. المهم شيخ هادي كاشف الغطاء يقول أنا هذا البيت كتبت تودل وأن جسمها مقبور ولا يراها الشامت الكفور. رديت للبيت اللي بعده فوجدت بيتا، سجل هذه، ووجدت بيتا لا هو من شعري ولا بخط يدي. يا سبحان الله، مسودة مالتي وبمكتبة بيتي، مو ما حد ماخذها من عندي، لا من شعري ولا بخط يدي. والله شو يقول هذا البيت؟ يقول وهي بأستار من الأنوار تحجبها عن أعين النظار. إذا أبهة النبوة وجلال الإمامة كان واضح على المحيا، لأن الله تبارك وتعالى ينصر أولياء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأمير المؤمنين سلام الله عليه عندما نستعرض جهاده ونستعرض عطاءه ونستعرض كل ما أعطاه للإسلام، ترى لا يقتصر على حياته فقط، وإنما قدم الأولاد وقدم الذرية وقدم الأسرة الكريمة كلها لخدمة الدين. وإلا شنو يا عقيل، اختر لي امرأة شو تسوي؟ مو يريد يضخ دماء جديدة إلى واقعة الطف، ومما ضخ طرح زينب سلام الله عليها. واعتقد هاي مو سهلة، مو يعني احنا سهلة، انتو كلكم على النجف خوش ناس وحبايب، واحد يعرف ثاني مو بالأسماء، ثاني كلكم أعرفكم. أرجوك بيت شعبان هسه اللي قايبين هذا الاحتفالية وهاي المناسبة، كل احنا مؤمنين وهم أخوة وجايين يأدون شعائر، يقدرون يطلعونا مرة من نسوانهم وتوزع ماي؟ ها يقدر؟ مؤمنين احنا خوش أوادم، توزعنا بثواب زينب، بس منافي. طيب شلون زينب طبت المجلس؟ شلون زينب تدخل مجلسي الكوفة والشام؟ يعني حق عباس محمود العقاد رجال مو يمنه منحرف العقيدة يقول نكسة الضمير الإنساني. شيخ محمد علي يعقوبي من أساطين المنبر وأديب رائع جدا، ينقلون عنا، أنا ما أدرك الجيلة، ينقل عنا الرواية هاي معروفة عنا، يقول رأيت بالمنام الإمام سلام الله عليه، يقول لي أريد مجلس تقرأ، جيت لقيت المنبر وين؟ قبر الشيخ الأردبيلي، منارة الذهب المأذنة، والناس حضور والإمام قاعد، وقرأت وصار القريز يم الحوراء زينة، أجهج المجلس بالبكاء، الإمام قاطع المجلس طلع. اللي تجوز أخطأت، مو من كثر كلامه كثر خطأه، وبعدين إحنا ناس مو معصومين حقيقة، إحنا نستميحكم عذر، يعني نتكلم عن علي بن أبي طالب ترى، لكن نتكلم بقدرنا لا بقدره، أما إذا كان الكلام بقدر علي فلا أنا ولا ملايين البشر يصلوا إلى مقام قنبر خادم علي، مو إلى جاء لا إلى مو. فالمهم يقول أنا أخطأت، ممكن صرت أبحث عن الإمام، انهيت المجلس وإذا بالإمام بأروقة الحرم الشريف دموعة تتحدر على خديه. قلت له سيدي أنا أخطأت. قال لي لا جزاك الله خير أحسنت، لكن أنت بمحضري وأنا قاعد، المفروض يكون القريز مقتل الحسين، يكون القريز يم العباس، ما أسمع أسمع زينب تستر الوجه بالكفين، ما عندي استعداد أسمع هذا فعلا. ولذلك الشيخ النوري نور الله ضريحه يروي عن الشيخ المجلسي صاحب البحار، يقول الشيخ المجلسي كان يقرأ مأتم خطيب، يعني يوم من الأيام جاء عتب من فاطمة الزهراء سلام الله عليها، قالت له ليش ما تذكر مصيبة الحسين؟ قال سيدتي سبحان الله شلون ما أذكر، أكو خطيب ما يذكر المصيبة؟ قالت أنا لا أعني المصيبة المصرع، بلغ شيعتنا بالموضوع، مصيبة الحسين مو بالمقتل. إذن أين المصيبة؟ قالت مصيبة الحسين بوداع زينب، من ودع زينب سلام الله عليها وترك أمامها العدو، هو هذه مصيبة الحسين، الله يرحمه بالنصار، لعله الوداع الثاني هذا اللي يقول عنه بالنصار، ردوا عياله من العطش يوما وصاحب صوت للتوديع قوما مثل سرب القطة قاما. لكن أنا حتى أفسح المجال للأخوة المشاركين البرنامج، أكيد
يتسع لي أكثر من مشارك وأشوف ملا عمار يمي وهم إن شاء الله يتوفق ويرتقي المنصة. أنا أقول أختصر بهذه الكلمات البسيطة أن كل المحاولات علي بن أبي طالب استطاع أن يواجهها بهذه القوة، بهذه الإمكانية، بهذه الشجاعة، بهذه الدماء، وانهارت كل الإرادات. وكما تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مو دنج مقرن للشيطان أو فغرة فاغر المشركين، أو قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفع حتى يطأ صماخها بأخمصه. وفعلا الآن هو يطأ صماخها، أمويين وعباسيين وسلاجقة كلها وطأ صماخها بأخمصه. ألطف لكم الجو بعد هالدمعة بهالأبيات الشعبية اللي يقول له أسولف يوثجيل الحق، أسولف يوثجيل الحق، محمد بالوداع إش قال؟ مو شعلنها طق بطق، أخذ شفه هتف باسمه على الراية على الآية على علم البحر وغمق، علي هارون من موسى وهبوب أذيب تنشق، علي لو ما تدارك نوح شاغط والسفينة شراحة شقق، وعلي يوم النخا ذنون خلى الحوت ببطون البحر تطلق. ياهو اللي رقع ثوبه، وياهو اللي قرد توبه سورة براءة، ياهو اللي رقع ثوبه وياهو اللي قرد توبه، علي نش الزلم قدامه نش البق، تجيل حجاية الوجدان والقصة طبعها من الخجل تعرق. والله العاد ابو الحسني نلف نعنع لبي منين ما ينشق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.